يعود تاريخ ظهور تسلق الجبال إلى منتصف القرن الثامن عشر، وبالتحديد في عام 1760 ميلادية. في ذلك الوقت قام العالم السويسري الشاب هوراس دي سوسور بزيارة مدينة شاموني الفرنسية، وأبدى إعجابه بقمة مونت بلانك التي تعتبر أعلى قمة في القارة الأوروبية بارتفاع 4807 متراً فوق مستوى سطح البحر. وقرر هوراس تقديم جائزة نقدية لأول شخص قادر على تسلق هذه القمة الجبلية، وهذا التحدي الذي قدمه هوراس استمر لأكثر من 25 عاماً حتى عام 1786 ميلادية. فاز كل من الطبيب الفرنسي ميشيل جابريل باكارد ومساعده جاك بالماتي بالجائزة بعد أن تمكنوا من الوصول إلى قمة الجبل. كانت ماري بارادي الفرنسية أول امرأة تتسلق هذه القمة، وكان ذلك في عام 1808 ميلادية. في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، بدأ متسلقو الجبال يحاولون تسلق قمم الجبال التي لم يتم تسلقها من قبل في بعض القارات الأخرى، كجبال الأنديز وجبال الروكي وأخيراً جبال الهملايا. وقد حدثت أشهر عملية تسلق في التاريخ عام 1953 ميلادية، ففي ذلك العام نجح النيوزيلندي إدموند هيلاري والنيبالي كينريك تورجاي في الوصول إلى قمة جبل إيفرست، أعلى قمم الجبال في العالم.